يجيب على قدرة الفرد الإيجابية في تغيير الصحافة المغربية. أولا لأن محمد البرادة من دكان صغير، دكان في أزقة زقاق، يبدأ هو صاحب هذه الإرادة والمبادرة ب أنا بأصيلة لأشارك في هذه الدورة الخريفية المنظمة الجميلة الغنية بالشخصيات المساهمة فيها بالمواضيع التي تطرق لها، وأنا كذلك موجود هنا لتوقيع كتابي الذي أصدرته في قبل شهور مضت حول تجربتي، حول سيرتي الذاتية، حول بعض المغامرات التي عشتها في مجال الصحافة والإعلام بصفة عامة. تجربتي كصحافي، كناشر، كموزع، تجربتي والعلاقات التي نسجتها طيلة حياتي المهنية مع زعماء سياسيين، مع مفكرين، مع مديري الصحف الوطنية، وكيف جاءت فكرة إنشاء سابريس التي كانت تتصدى للغزو الثقافي الأجنبي وتكسر الاحتلال الإعلامي الأجنبي من خلال فسح المجال للصحافة الوطنية لتنتشر بكيفية أحسن، لمساعدتها أن تبلغ رسالتها على أحسن وجه. حاولت كذلك في هذا الكتاب أن أتكلم عن المغرب الشرقي الذي هو مسقط رأسي، مدينة وجدة، وكيف كانت مدينة وجدة آنذاك، وكيف كانت المدرسة الوطنية التي تخرجت منها قبل أن ألجا إلى الدار البيضاء ثم إلى خارج الوطن لإتمام دراستي وتجربتي في مجال الصحافة والإعلام. هذا الكتاب أعتبره جزء من تاريخ، حاولت أن أسلط الضوء على بعض الجناوب ربما غير معروفة من تاريخ بلدنا، من تاريخ صحافتنا. على كل حال هي مغامرة واجتهاد من هذاك. كانت الظروف مواتية في الفترة التي كان فيها ذاك المرض اللعين، وجدت نفسي أمام العديد من الصور ومن الوثائق ومن الذكريات، حاولت أن أدونها في هذا الكتاب. أتمنى أن يكون إضافة للقارئ المغربي وللمواطن المغربي بصفة عامة. الصحافة المغربية هو في الحقيقة الصحافة المغربية هي جزء من الصحافة الدولية التي تعرف كلها تحولات عميقة. مررنا بعدة مراحل بالنسبة للصحافة والنشر، مرحلة الثورة ثم المرحلة الرقمية ثم التحولات الاجتماعية التي خلقت لنا قارئ جديد، قارئ من مستوى معين، من تفكير معين. يجب أن تندمج الصحافة مع ميولاته، يجب أن تلبي طلباته. إذن هنالك قارئ جديد تتطلب صحافة جديدة. الصحافة المغربية الآن تبحث عن نفسها، لا تعيش فترة ازدهارها. المفارقة العجيبة التي عندنا في المغرب، وعندنا مفارقات عجيبة عديدة، أما بالنسبة للصحافة مفارقة عجيبة، حين لم تكن لنا الحريات الكافية مثل ما نحن نعم به الآن، وحينما لم تكن هنالك التشجيعات مثل الدعم الذي يعطى الآن، وفي الفترة التي كانت الصحافة مقيدة، كانت مزدهرة جدا. الآن ونحن أحرار ونحن نتوصل بالدعم، لازلنا صحافة ننتج صحافة لا تلبي الطلبات. ولكن هي أعتقد مسار الصحافة المغربية عرفت ازدهار وعرفت تدهور، الآن هي طبعا تبحث عن نفسها. ربما الصحافة الورقية هي كذلك الورق والتكلفة هي عديدة تتطلب التفكير، وهو لا يخص المغرب فقط، لأن تزدهر صحافتنا إن شاء الله قريبا وتعرف مجدها التي عرفته فيما قبل. شكرا.